السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز ملفات اللي نتابعها. انقسام الأحزاب الكردية في المناطق المتنازع عليها يمنح فرصا إضافية للقوى العربية والتركمانية. مشروع الربط السككي بين العراق وإيران مشروع استراتيجي يدخل حيز التنفيذ. حياكم الله. بعد أن دبت الخلافات بين الحزبين الكرديين ولم تسعفهما المدة الزمنية لرأب الصدع في الدخول بقائمة واحدة في المناطق الواقعة خارج حدود كردستان الإدارية أو حتى احتمالات الالتئام بعد الاقتراع واللي تبدو أنها شبه معدومة ومتعذرة نظرا لحجم الخلاف المتجذر، فإن هذا التشتت الكردي يمنح مكونات كركوك المتبقية فرصة إضافية لترتيب أوراقها الانتخابية وإحراز النصر في غمار الاستحقاقات المحلية، وهذا الأمر ربما لن يكون متاح في الجولات المستقبلية، فالصراع الدائر صراع إثبات الوجود وحق الهوية في هذه المدينة الزاخرة بالثروات والمحاطة بالأنياب الحادة. أما في ملفنا الثاني لحصادنا في هذه الليلة فإن الربط السككي بين العراق وإيران واللي بدأت خطوات الفعلية في الميدان بعد أن أكملت الاستشارات الفنية والجدوى الاقتصادية يعد مشروع استراتيجي ونقلة نوعية لما يمثله من حلقة ربط جديدة تسهم في نقل المسافرين خاصة في المناسبات الدينية واللي تشهد كثافة الحركة. المشروع وبحسب الجهات المعنية أنه يقام في أرض عراقية خاصة، وهذا التصريح بمثابة تفنيد لمساحات الجدل المتصاعد وأنه لا يتعارض بأي شكل من الأشكال مع طريق التنمية. هذين ملفين في حصادنا لهذه الليلة راح نفتحهم ونتابعهم مع ضيوفنا الكرام، وتفضلون بقاء ويانا. حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف، ورحب بضيفي الكريم الأستاذ صباح زنقر رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، ضيفا كريما في الأستوديو. أهلا ومرحبا بك أستاذ صباح. نتحدث عن الخلاف المكوناتي في كركوك تحديدا وتحت مظلة أنه رب ضارة نافعة، كما يبدو أن الخلافات الكردية متفاقمة هاي المرة حتى خارج الإقليم بالتحديد كما أسلفنا في المناطق المتداخلة في مكوناتها. أغلقت أبواب تسجيل التحالفات ولا التئام كردي لغاية الآن، نقصد بها الالتئام الكردي الكردي في هذه المناطق وفي قلب كركوك. كيف يجب أن تستغل هذه الفرصة من المكونات العربية والتركمانية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولكل متابعي قناتك الموقرة. لاحظ عزيزي أستاذ أحمد، كركوك هي تعتبر منطقة التعايش السلبي والمنطقة التي تجمع كل أطياف الشعب العراقي. صحيح أن أكثر الوثائق القديمة وغيرها تشير إلى أن هناك أكثرية كردية وتركمانية في هذه المنطقة، المتواجد العربي كان قليلا جدا إلا في أطراف كركوك، ولكن اليوم أصبح هناك مجتمع متداخل، وهذا المجتمع المتداخل يعتبر مجتمع صحي ولا يمكن اليوم الطعن بمثل هكذا مجتمع. صحيح أن الجذور هي في أغلب الأحيان تقرأ على أنها كردية، ولكن لا مانع من التعايش بقية أطياف الشعب، كما أن بغداد وجودهم الوجود العربي هو يعتبر الأكثر، ولكن هناك أطياف أخرى وأثنيات وقوميات أخرى موجودة في بغداد، بالتالي لا يمكن اليوم أن نقول بأن بغداد مدينة عربية ليس فيها بقية المكونات. بالتالي هذه المنطقة يجب أن تكون منطقة آمنة، ولكن الرسالة التي اليوم للأسف الشديد التي
وردت من تلك المناطق هي أنهم إلى حد الآن لا يزالون يتعاملون بالبعد السياسي أو بالتقاسم السياسي على السلطة وليس وجود التقارب المجتمعي. نحن نعلم أنه أي تأثير أي صراع سياسي في منطقة تختلف فيها الإثنيات والقوميات ستؤثر على مفهوم السلم المجتمعي، وهذا سينعكس بشكل كبير جدا على الجانب الأمني، وأعتقد أيضا سينعكس على الروح الانتخابية التي لا توجد هناك رغبة مثلا من قبل الأغلبية من أنهم يدخلون في الانتخابات أو أنهم يقترعون لصالح هذا أو ذاك. لماذا؟ لأنه سيرى بأنه هو سيكون طرف مشجع لتشجيع الصراعات الداخلية وإثكاء المشاكل والفتن في تلك المنطقة، بالتالي سيربأ بنفسه عن الانتخابات. لهذا أعتقد بأن لابد أن تكون هناك عملية تصحيح مسار، على الأقل إيجاد تهدئة إعلامية وتهدئة سياسية في كركوك حتى يحصل هناك النوع من الانسجام المجتمعي فيما بين المواطنين وينعكس إيجابا على نتائج الانتخابات في تلك المنطقة. طيب أستاذ صباح، دعني أن أرحب بالسيد عزام الحمداني المتحدث باسم تحالف العزم عبر سكاي من كركوك. أهلا بك أستاذ عزام. يتحدث أستاذ صباح زنقنا عن هذه الفرص اللي راح تكون متاحة أمام المكونين التركماني والعربي، ونتحدث أيضا أسأل جنابك عن الكتل الكردية المهمة اللي راح تدخل انتخابات كركوك بثلاث تحالفات كما تشي المعلومات. هذا الالتئام الكردي هل راح يغير المعادلة أم أن الكفة راح تبقى لصالح باقي المكونات، خاصة وأن الدخول في قوائم متعددة كما يبدو هو وليد خلافات وليس تكتيك انتخابي كما يحصل في كل مرة في السابق؟ يعني بالبدء تحية طيبة لك ومشاهدي قناتكم الكريمة. لا شك مدينة كركوك تشهد حالة من حراك السياسي الانتخابي على المنطقة، بأن كركوك ذات مدينة ذات نسيج من تنوع، وبالتالي هناك أكثر من بيت سياسي، بيت سياسي عربي وبيت سياسي كردي والبيت السياسي التركماني. أغلب تلك البيوتات تنتمي لقوة أحزاب سياسية تختلف فيما يتعلق بموضوع الفكرة والهدف والغاية. نعتقد أن طبيعة المناصب والامتيازات السياسية التي بدأت تسيطر على أدبيات تلك القوى الأحزاب السياسية وتحديداً مصادر القرار سواء كان في بغداد أو في حكومة تقنين دب جعل نوع من الاختلاف داخل هذه الجزئية. نحن كمكون عربي من خلال تحالف عزم دخلنا بمفاوضة سياسية مع أغلب القوى والأحزاب العربية، استطعنا أن نجمع مع الجبهة العربية الموحدة والمجلس السياسي العربي، واستطعنا أن نعلن تحالف العرب، في حين بقى تجمع أو ما يسمى حزب السيادة والتحالف العربي الذي يقود من قبل السيد خميس الخنجر. لم نكن قادرين على إيصال أو نتوصل إلى اتفاق مشترك، هناك مفاوضات أن نتفق، ولكن أعتقد أن العرب سوف يدخلون بقائمة قائمتين أو ثلاث. أيضا البيت الكردي هو بيت منقسم، الكرد العرب أن الاتحاد الكردستاني هو يختلف كثيرا عن الديمقراطي، الخلاف داخل البيت الكردي أصبح كبير، وبالتالي أيضا الكرد ذهبوا بحد هذه اللحظة من أكثر من قائمة انتخابية، كذلك البيت التركماني. نعتقد أن طبيعة التوافقات السياسية قد لا تندمج مع بعض، أيضا طبيعة قانون الانتخابات الذي يجب بأن تكون هناك أكثر من قاعدة انتخابية. مجمل تلك الأحداث المتعلقة باختلاف الفكرة وباختلاف طبيعة تقاسم الامتيازات والمناصب، نعتقد ربما سوف تؤثر سلبا على طبيعة الاندماج السياسي، لكن نطمح أن تكون هناك رؤية سياسية مشتركة، نطمح أن يكون هناك توحد في طرح الأفكار السياسية، وبالتالي هذه الانتخابات سوف تشهد قوائم متحدده حتى ليس فقط في كركوك، وانما حتى الاطار التنسيقي صرح باكثر مناسب انه سوف يدخل بقائمتين، البيت السياسي العربي السني سوف يدخل باكثر من قائمه، تقدم والعزم وايضا الحسن وموضوع السياسه، وبالتالي اعتقد ان الاختلاف السياسي هو حاصل في جميع البيوتات السياسيه سواء كانت العربيه او الكرديه والتركمانيه، والتي ايضا ترتبط بطبيعه تلك الاندماجات. في كركوك المشهد السياسي قد يكون معقد على اعتبار أن كلما كان هناك ضعف عربي، كلما هناك تشتت وعدم إجماع عربي، نعتقد أن العرب يخشون من أن الكرد قد يسيطرون على مجلس محافظة كركوك، وبالتالي الذهاب إلى موضوع الانفصال والسيطرة على الخراب الإداري والأمني والسياسي، والكل يعرف أن الإدارة الكردية السابقة لم تكن قادرة على احتواء أهالي محافظة كركوك، وبالتالي نحن نخشى أن يتفرد القرار السياسي المتبقى هو حساب سياسية تعمل على فرض الايديولوجيات لا تتفق مع طبيعه المواطنه التي نحن نطمح عليها من خلال تحالف عزم الذي يذهب الى تاسيس محافظه عراقيه بعيده عن اي انتماء حزبيه تتحكم بمفاصل الدوله الاداريه والمدنيه والسياسيه. ها
هذا في ما يخص كركوك. أستاذ صباح نايل، لما تفضل السيد عزام الحمداني حول هذه التحالفات السياسية وتقدم عزم الحسم، وتحدث أيضا عن هذه المناطق اللي بها أيضا تمثيل كردي وعدم الاتفاق الكردي الكردي، هنا نتحدث أيضا عن باقي المكونات، مكونات الإطار أيضا حاضرة في المناطق المتداخلة، شمال ديالى، الموصل، وأيضا في هاتين المحافظتين لا تزال معالم عدم الاتحاد العربي العربي حاضرة، وحتى باقي المكونات أيضا. برأيك شو راح يأثر هذا الموضوع في حظوظ هاي المكونات؟ رغبة التمدد تبدو واضحة ويقابلها عدم إدراك المخاطر المتفرقة. طبعا شكرا لك أنك لخصت لي جانب مما تحدث به الضيف الذي لم أسمع كلامه بالكامل، تحية له من صميم القلب. أعتقد أن اليوم المشكلة لا تقف فقط على أعتاب التحالفات التي يراد منها لملمة الشتات السياسي، هناك لملمة أخرى، هناك شتات آخر، الشتات المجتمعي. كيف سيقنعون المجتمع بالذهاب إلى الانتخابات؟ كيف تقنع المجتمع بأن أنت قبل عام أو عامين لقد ذهبت واجتهدت وتجشمت عناء المسير والذهاب واستقطعت أوقات كثيرة هنا هناك لتحديث السجلات، وبعد ذلك تذهب لتأكيد من اسمك، ثم بعد ذلك تذهب إلى الانتخابات، ثم تخرج ناس يخرجون بتظاهرات، ثم تنتهي العملية السياسية، ثم تعاد العملية، أو مثلا تحصل انسحابات من فئة وتبقى في نقطة. أستاذ صباح، هذه عفوا أستاذ أحمد، هذه انتخابات البرلمان، ولكن احنا نتحدث عن انتخابات، مجالس المحافظات اللي 10 سنوات صار لها ما لم تجرى. يعني انا اتحدث عن تجربة انتخابية بغض النظر عن اذا كانت انتخابات برلمانية ام انتخابات مجالس. ازيد على كلامك، يعني المقصود احسنت، يعني انا اقول هنا انا اتحدث عن تجربة اليوم بغض النظر عن انه هذه انتخابات برلمانية وهذه سوف تكون انتخابات مجالس المحافظات. التجربة هنا لدي امور كثيرة: اقناع المواطن، تعبئة المواطن، وايضا تشجيع المواطن باتجاه القائمة التي يؤمن بها. طيب إذا كان هناك تحالفات وتحالفات مرتبة، وبعض يرى بأن له الأحقية والأولوية، وهناك دماء جديدة، وهذا ما نصب إليه، أن تكون هناك دماء جديدة في كل عام، نتمنى هذه الدماء الجديدة أن يكون لها دور. للأسف الشديد نجد بأن صقور العملية وبعض الشخصيات هم الذين يفرضون الهيمنة السياسية، ولا يوجد أي حضور للدماء الجديدة التي نبحث عنها، أو تأتي دماء ولكن هذه الدماء تكون مسنودة من قوى خارجية أنها تدمر العملية السياسية في الداخل وهكذا. لكن نقول عندما تكون هناك أو يكون هناك عملية إقناع المواطن، أي أنك يا مواطن مصير الدولة العراقية بيدك، المواطن سوف يتحدث يقول ما الذي تغير اليوم، يتحدث عن النفط، عفوا يتحدث عن الكهرباء، القطعات المستمرة، وإن كان هناك جهود من قبل رئيس الوزراء، لكن هذه الجهود كلها أصبحت اليوم بتفجير واحد أو تخريب واحد ممكن أنها تدمر جهود الكبيرة لوزارة الكهرباء وجهود رئيس الوزراء. تأتي على قضية المياه، لدينا مشكلة في المياه الصالحة للشرب، ولدينا مشكلة مع تركيا التي تحاول قطع المياه وتأتي بمفهوم النفط مقابل الماء. لدينا مشاكل دولية، مشاكل إقليمية، مشاكل خارجية. المواطن يتساءل يقول هل استطعتم أنتم حل هذه المشاكل، أو على الأقل حل مشكلة الدولار حتى تخففوا عني عبء الضاغط الذي يكون، يعني على سبيل المثال اليوم الموظف اللي يأخذ مليون دينار هو يصير بمخه فصورة بأن هو يأخذ 750,000 مو المليون، للقوة الشرائية للفلوس اختلف. كل هذه أنتم عالجتوا قبل لا تدخلوا الانتخابات، خليتوا المواطن يشعر بكم. هذه المشكلة يا أخي يا أستاذ أحمد، أنهم يفكرون اليوم في تحالفات، ويفكرون اليوم في إيجاد قوة، يعني يفكرون في الصراع السياسي والمشاكل السياسية، لكن هناك مشكلة أكبر اللي هو المواطن ما جاي يفكرون به. وهي قمة يعني الألم، أن المواطن يقول كل هاي الهوسة اللي تسويها وأنا تخليني آخر، يعني آخر ما تفكر به. لهذا أعتقد إذا كانت العملية التفكير بما يراه المواطن وجذب المواطن باتجاههم عن طريق إيجاد الخدمات، نحن لا نريد اليوم أن ننكر هذه الخدمات التي تقدم، تعبيد الطرق وبعض الأمور، ولكن كل هذه بعد 20 سنة، يعني لا ليس بمستوى طموح المواطن. المواطن يريد أكبر من ذلك، المواطن يريد الاستقرار النفسي، الاستقرار الأمني، الاستقرار الغذائي،
وكذلك بقية استقرارات، وهذا للأسف الشديد لم يوجد منذ 20 عاما. هل تريد اليوم المواطن أن يصدق ببعض القوى السياسية؟ أقول البعض يريد أن يصدق بها ويقول بأنهم سوف يستطيعون أن ينتشلوه من واقع إلى آخر، لربما يفكر بأن الواقع الذي سيأتي هو أسوأ مما هو عليه في اليوم. لهذا عليهم اليوم أن يفكروا بإيصال رسالة طمأنة إلى المواطن قبل أن يوصلوا رسالة تخويف إلى الخصم أو رسالة اطمئنان إلى الشريك. نعم أستاذ عزام، يعني بما يتفضل به الأستاذ صباح زنقنة، نفهم بأنه الوضع في كركوك وحتى باقي المحافظات، ولكن نتحدث عن جزئية كركوك، الوضع فيها معقد، ملفات متداخلة، الأمور الخدمية غير متاحة بشكلها المطلوب، وهنالك أيضا في ناحية الانتخابات شكوك من السجلات الانتخابية. هاي الشكوك ما فارقت الحديث اللي يتصل بمدينة كركوك، دائما مقترنة. شلون راح يدقق المكون العربي والتركماني هذه السجلات؟ ربما هنا نتحدث عن المخاطر المتوقعة وكيفية إدارتها في المستقبل أو عند الانتخابات. يعني لا شك محافظة كركوك من عام 2003 شهدت عمليات سياسية منظمة، كان الغرض من إجراء تغيير ديموغرافي في هذه المحافظة. الإدارة السابقة الكردية عملت على جلب مواطنين من محافظات أربيل والسمانية وحتى من خارج العراق في سبيل زيادة عدد مواطني الكرد، على اعتبار أن الكرد يسعون، يعني السياسي الكردي يسعى بشكل مباشر لضم هذه المحافظة إلى حكومة تقليم كركوك، مدينة تتميز وجود آبار مصرية هناك أكثر من 400,000 إلى 500,000 مواطن كردي. تم جلب تلك المحافظات من أجل إجراء تغيير ديموغرافي. موضوع تغيير سجل الناخبين أنكم تكون عربي وبمعية تكون تركماني، طلبنا بدورة تطبيق سجل الناخبين من أجل إعطاء صورة واضحة لهذه المدينة. هناك بيانات وزارة ناقل بيانات وزارة التجارة تثبت بأن هناك أكثر من 257,000 ناخب كردي لا يحملون البطاقة الوطنية في هذا المحافظة، وبالتالي جميع تلك الانتخابات السابقة والتي كان الكرد أصحاب قرار انتخابي على يتحدث بشكل قاطع عنها انتخابات غير صحيحة. موضوع عن فوضية الانتخابات أيضا هناك حديث بأنها لم تكون قادرة على إدارة الملف الانتخابي وانتمائها لجهة سياسية معينة من جهة أخرى، وأيضا وكشف ملابسات فيما يتعلق بعمل تلك الفوضية تثبت اتهامات قاطعة. نعتقد مجمل تلك الأحداث ولدت مزاج سياسي معقد في هذه المحافظة. أيضا الشعب في كركوك غير مندمج مع بعض، الكرد والتركمان والعرب لا يعيشون حالة اجتماعية واحدة، هناك عدم ثقة ما بين الجميع بسبب السياسات الخاطئة اللي نعتقد هي من عملت على زرع مفهوم حاصلة. نعتقد مجمل تلك المعطيات قد تؤثر سلبا، وبالتالي نجاح هذه الانتخابات مرهون بمدى إمكانية الدولة على تدقيق سجل الناخبين، بمدى إمكانية الدولة على عملية إكمال عملية فرض القانون. هناك بما يسمى ناحية قرشوان وهنجير تسيطر مكبر قوات البيشمركة وفيها مراكز انتخابية، وبالتالي لدينا تخوف من يكون التلاعب في الأصوات. نعتقد كلما كانت هناك دولة قوية في كركوك، كلما كانت انتخابات صحيحة، كلما كان هناك شراب دولي وأمومي، كركوك مثل ما أثبت مدينة مهمة وهي محل اهتمام دولي وإقليمي. حتى الأجندة الخارجية بدأت تتدخل في كركوك في سبيل السيطرة على الثروة الاقتصادية تتملك هذه المحافظة، وبالتالي نحن نعمل جاهدين من أجل إيصال رسالة بأن هذه المحافظة يجب أن تكون ذات اهتمام ومحط اهتمام الحكومة المركزية، وأن إجراء الانتخابات يجب أن يكون وفق منظور قانوني يعمل على تحقيق العدالة. العرب في كركوك وفق إحصاءات عام 2019 يكونون أغلبية، وبالتالي يجب أن تكون المقاعد وفق نظرية الكون العربي أن تكون وفق تلك الاستحقاقات. الكرد بعد عملية فرض قانون كسب كثير من الامتيازات الأمنية والإدارية ومن ضمنها منصب محافظة كركوك، وبالتالي سيتعملون بقوة أن يدخلوا انتخابات ناجحين، وهذا شيء طبيعي. لكن نحن نخشى أن تكون هناك صفقة ما خلف الكواليس، والغرض منها إعطاء صوت للأكراد والتضحية بمطالب الكون العربي، موضوع حيال مادة 140، مراكز التنسيق المشتركة. مجمل تلك التداعيات تثير أزمة وتثير قلق ومخاوف لدى المكون العربي. بعد عملية فرض القانون أو قبل عملية فرض القانون، الإدارة السابقة الكردية لم تكن قادرة على احتواء المكون العربي، العرب لم يكونوا قادرين على مشاركة السياسية الكرد في صنع قرار الإداري الأمني والسياسي. أعتقد مجمل تلك الأحداث والمعطيات قد تشكل عائق أمام عملية بناء هذه المدينة، لكن نحن نطمح من خلال تحالف أزم أن نعمل على تأسيس محافظة
تقاد بطريقه مدنيه بعيده عن الانتماءات الحزبيه والقوميه والدينيه، من اجل طوي صفحه الماضي وبالتالي العمل على بناء هذه المدينه وفق منظور ان كركوك محافظه عراقيه وهي خاضعه لاشراف رقابه الدوله العراقيه، حتى نكون قادرين على ابعاد الملف السياسي والتدخلات الخارجيه من قبل حكومه الاقليم التي دائما تعمل على ان تتدخل في هذه المحافظه وفق معطيات خاطئه ووفق قراءات خاطئه كركوك محافظه عراقيه، وبالتالي اي تدخل سياسي من قبل حكومه الاقليم يسير ويشكل مخاوف لدى المكون العربي والتركماني، بحال المحافظه قد تكون هدف استراتيجي لصالح ادبيات السياسه الخارجيه. أستاذ صباح، يعني لما نتحدث عن انتخابات كركوك فيها خصوصية معينة، ونتحدث أيضا عن المعايير المثلى للانتخابات اللي من المفترض أن تفرز واقع جديد كما يتفضل بها السيد عزام الحمداني، هذا الواقع شو راح يكون قادر على حفظ الاستقرار، عدم عودتها لصفحات سابقة مرت بها كركوك؟ هنا نخصص كلامنا عن سجل ناخبين رصين وأيضا منظمات مركزية ودولية تتولى متابعة ومراقبة الانتخابات. حتى نكون واضحين، كركوك منذ سنين بعيدة وإلى حد الآن أنا أسميها بمدينة التعايش الأبدي، وليس فقط التعايش السلمي لمرحلة معينة. أهالي كركوك لطالما كركوك كان يأخذ الأول على العراق من حيث الترتيب ومن حيث النظافة، حتى في عام 86 وغيرها من الأعوام كانت محافظة كركوك تتسم بالنظافة والهدوء وتتسم بالروح المدنية فيما بين المواطنين. لا أعتقد أنه إلى حد الآن جرى في كركوك أي احتدام طائفي. حصل في بغداد الذي يمثل العاصمة يمثل الثقافة، حدث احتدام طائفي، حدث في كثير في بعض المحافظات وفي الناصرية وكذلك في الأنبار وغيرها، حتى هناك احتدامات حصلت، لكن في الكركوك لم يحصل هذا الشيء لا قوميا ولا طائفيا، ما يعني أن جذور التعايش في هذه المدينة هي قوية. ما نخشاه أن تكون أيدي ملوثات سياسية هي التي تحرك هذه الأمور باتجاه جعل هذه المنطقة بعنوانها الدستوري منطقة متنازع عليها. هسه صحيح قاعد يخلون مفردات مناطق ذات الاهتمام المشترك وغيرها، هذه مو مفردات دستورية. المفردة الدستورية منطقة متنازع عليها، لكن مفهوم المتنازع هل هي مفهوم الصراع؟ هذا خطأ، يعني هذه كان بداية بنية دستورية سببت لنا مشكلة إلى حد الآن. اعتبروا مناطق في بعض مناطق الحمدانية ومناطق في الموصل اعتبروا هذه مناطق متنازع عليها، سهل نينوى مثلا، خانقين في ديالة، وكذلك كركوك اعتبروا مناطق متنازع عليها. هذا جزء من بسامير جحا تم ضربها في هذه المناطق لتحريك المشاكل، وهذه المناطق لله الحمد لم يحصل فيها ما يحصل. لكن ما نتخوف أن حصول هذا الشيء في هذه المناطق، وهذه طبعا بالمناسبة يعني إذا حصل شيء في كركوك معنى العراق كله لن يستقر، وهذه يعني نقطة مهمة خليها تكون بصميم العقل وقلب العراقي. كركوك هو يمثل كل خارطة الشعب العراقي ليجعلوا كركوك مدينة هادئة. اليوم أي صدامات موجودة فيما بين القوى الكردية وفيما بين القوى العربية وفيما بين القوى التركمانية في داخل هذه القوة، أو صدامات خارجية مثلا نقول فيما بين العرب والكرد أو العرب والتركمان أو التركمان والكرد، نعم، وكذلك هذه الصدامات ستولد كارثة للعراق. منجم البارود الذي ممكن أن ينهي تواجد العراقي كركوك. اليوم كركوك إذا ما وضعت إشارة السلام عليها وبقيت إلى الأبد سيكون العراق في مأمن من أي شيء، لكن إذا حصل شيء لا سمح الله في كركوك فهذا يعني انذار خطر لكل العراق. بالتالي اليوم مطلوب من السياسيين هناك عندما يبتدئون بقضية الانتخابات عليهم أن يحترموا ضوابط الصراع الانتخابي أو المنافسة الانتخابية، ولا يحولوا هذا الصراع إلى صراع مجتمعي وبعد ذلك إلى كارثة مجتمعية بعد أن يتقاسموا المسألة سياسيا ويصنعوا مشكلة مجتمعية لكي تصب في خدمتهم. أشكرك شكرا جزيلا الأستاذ صباح زنقنا رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين، أثريت الحوار في هذا الملف، والشكر الموصول لحضرتك الأستاذ عزام الحمداني المتحدث باسم تحالف العزم عبر سكايب من كركوك. أهلا ومرحبا بك ضيفا كريما. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع.
حياكم الله مجددا مشاهدي الاحباب. بهذا الملف ارحب بضيفي الكريمين استاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي ضيفا كريما في الاستوديو, اهلا بك استاذ علاء. وكذلك عبر سكايب ينضم معنا الدكتور احمد الشبيبي الاكاديمي والخبير الاقتصادي من البصره. استاذ علاء, نتحدث عن مشروع الربط السككي مع ايران. هو مشروع قديم وقبل 2010 لكنه تعثر طيله المده الماضيه. شنو دلالات عودته ودخوله حيز التنفيذ؟ هل هو لإدراك الأهمية أم لأسباب أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم, وأوجه تحية دكتور لك ولضيفك الكريم ولكل شاهدي قناة الأيام الكرام. هذا المشروع حقيقة يعتبر من المشاريع التنموية الاستراتيجية والمشاريع المستقبلية المهمة للربط السككي الدولي للوصول بين إيران والعراق وسوريا. وأيضا كان هذا المشروع هو مشروع طموح بطموح أكبر وصولا إلى أوروبا, وايضا تزامنا اليوم تزامنا مع طريق التنميه اللي الان العراق فتح باب الاستثمار واكثر من 10 دول مشتركه بالربط السككي المستقبل الواعد بين اسيا واوروبا. لذلك تاتي الاهميه الاقتصاديه والاستراتيجيه لهذا المشروع بين فتره واخرى. كانت هناك مفاوضات سابقه منذ قبل عام 2010 وأيضا تم إعادتها في عام 2017, وأيضا هناك زيارات متبادلة بين وزيري النقل بين بغداد وطهران من أجل وضع المشروع حيز التنفيذ, خصوصا أنه نحن مقبلين على زيارة 40 وتوافد الزوار الإيرانيين. فيتوقع أنه هذا المشروع يتوقع أن تكون عدد الرحلات ما يقارب 200 رحلة أسبوعيا, وهذا طبعا مجدي من الناحية الاقتصادية والسياحية. وأيضا هو داعم لنقل السلع والبضائع بين البلدين, خصوصا أنه اليوم بدت على الساحة مسألة المقايضة والتبادل بين العراق وإيران للنفط الأسود والغاز. فهذا طبعا سيخدم, إنشاء هذا الطريق يخدم اقتصاديا هذه المشاريع, بالإضافة إلى كونه تنمويا دوليا. وأيضا هو جزء لا يتجزأ من مشروع التنمية, وأيضا جزء من الذي كانت تعمل عليه الصين من طريق الحرير. أجدد ترحاب بحضرتك دكتور أحمد الشبيبي. لما يتحدث عن ما كانت تعمل عليه الصين في طريق الحرير الأستاذ علاء الفهد, نسأل جنابك يعني هل يعد هذا الربط السككي مكملا لطريق التنمية أم أنه يتعارض مع هذا المشروع من خلال سحب الفائدة من الأول وتصويبها نحو الثاني؟ شكرا جزيلا استاذ حضرتك وللضيف الكريم وللمشاهدين. يعني من الناحيه العمليه لا يمكن ان نقول ان هذا المشروع مكمل. هو نعم مشروع ثنائي ما بين العراق وايران, ممكن ان يشجع على السياحه ويسهل حركه السلع. اذا ما افترضنا انه خط السكك الحديد يتخصص في نقل السلع, يعني حسب بعض الاخبار تشير الى ان هذا المشروع هو مخصص فقط للسياحه ويركز على نقل الركاب بالدرجه الاساس. أما بالنسبة لمشروع طريق التنمية فأكيد هو مشروع مختلف كما يعلم الجميع. هو يربط ميناء الفاو الكبير بتركيا وصولا إلى أوروبا, وممكن مشروع طريق التنمية نفسه ممكن أن يكون حلقة مكملة لمشروع الحرير الصيني, إذا ما افترضنا أنه توفر كل الإمكانيات التكنولوجية والإدارية وكل العوامل التي ممكن أن تجعل من ميناء الفاو الكبير ميناء منافسا. وإذا ما افترضنا أيضا وجود شركات استثمارية مثلا في المنطقة الاقتصادية في الفاو وقرب مشروع الفاو, هذا أكيد سوف يحفز على تفعيل الحركة التجارية وحركة الترانزيت عفوا, وربما أيضا التجارة الموجهة نحو التصدير. كل هذه العوامل إذا ما توفرت التسهيلات الجاذبة لذلك, ممكن أن نقول أنه ميناء الفاو الكبير وطريق التنمية ممكن أن يكون حلقة مكملة لمشروع الحرير الصيني. هذا يعني من الناحية الاقتصادية أيضا, يعني وجود ربط مثلا مع إيران, هنا تبقى أدوار العوامل التنافسية. يعني اليوم النقل بطبيعته هو قطاع معولم إذا ما افترضنا ارتباطه بالنقل البحري, وبالتالي من يوفر العوامل التنافسية ومن يوفر الخدمات الأسهل والأقل كلفة, عندئذ هنا يكون التنافس على الشركات وعلى المشاريع التي تقدم الخدمات الأفضل.
هناك حديث أستاذ على صدر ويتحدث عن أن هذا الربط السككي راح يقلص من فعالية ميناء الفاو، شنو واقعية هذا الطرح؟ حقيقة أستاذ أحمد يعني اليوم السؤال أستاذ علاء إذا تسمح لي دكتور أحمد. نعم طبعا اليوم هو كل ما يكون هناك ربط تشابكي كل ما يكون الربط أكبر، لأن اليوم العراق يشكل بمعنى القلب النابض لدول العالم بحيث موقع الجغرافي، فكل ما يكون هناك ربط أكثر تكون الفائدة أعم وأوسع. إيران لديها استراتيجية بربط ميناء الإمام الخميني بميناء طرطوس في سوريا، وهذا لا يتم إلا عبر العراق عبر قناة سككي، وهذا مشروع استراتيجي اليوم من حق أي دولة أن تفكر بفائدتها الاقتصادية، لكن هذا لا يعني أنه هذا المشروع سيكون مؤثرا من الناحية الاقتصادية أو يختلف عن الجدوى. لكل مشروع له جدوى اقتصادية ومفيد من الناحية الاقتصادية. اليوم العراق يشكل أهمية كبيرة من ناحية موقع الجغرافي، كل ما يكون الربط مع دول أكبر كل ما تكون الفائدة أعم، بالعكس أنه هذا التبادل سواء كان سلعي أو نقل مسافرين لغرض السياحة هو سيكون مكمل لمشروع طريق التنمية، لكن تبقى الأهمية الأكبر للعراق هو ربط آسيا بأوروبا من عبر ميناء الفاو وصولا إلى شمال العراق، وطبعا هذا يحمل أهمية اقتصادية مستقبلية كبيرة جدا، وأيضا هناك مشاريع ودول مشتركة. نأمل أن يكون العراق جزء من منظومة عالمية عبر الترانزيت سواء كان بطرق برية أو سكك حديد، كل ما يكون الربط أكثر أو عبر الموانئ، كل ما يكون الربط أكثر كل ما تكون الفائدة أعم وأوسع، لأن اليوم كل دولة تحاول أن تستثمر موقعها الجغرافي وتحاول أن تلجأ إلى أقصر الطرق وأكثرها جدوى اقتصادية وأقلها تكلفة. فالعراق اليوم يشكل أهمية، يجب أن يستثمر هذا الموقع بأن يكون رابط بين جميع الدول في المنطقة. ربط الشلام شمع البصرة دكتور أحمد، يعني هاي المنطقة مهمة جدا خاصة في الزيارة الأربعينية، شلون راح توفر دعم إضافي ومرن لنقل زائري المناسبات المليونية؟ نتحدث عن مشكلة نقل الزائرين ظلت هي المشكلة الأساس. نعم بالفعل، يعني الآن هذا المنفذ كما يعلم الجميع منفذ حيوي جدا، لا سيما في مجال نقل البضائع وحركة السياحة، لا سيما في أثناء فترات الزيارات والزيارة الأربعينية. هناك مشاكل تحصل دائما، حالات الاكتظاظ وصعوبات النقل، وبالتالي حتى ترى هناك مثلا مساهمات من قبل مساهمات فردية مثلا من أهالي البصرة في نقل المسافرين، وبالتالي هذا يفسر وجود مشكلة. إنشاء خط سككي للنقل هذا أكيد يحل كل هذه المشاكل، والكل يعلم يعني الإمكانية الكبيرة للقاطرات بنقل أكبر عدد ممكن، يعني إذا ما قارنا ذلك بالنقل بالحافلات والسيارات صغيرة الحجم، هذا أكيد يخفف وفي نفس الوقت يشجع من مستوى حركة السياح. يعني تعلم جيدا دائما ما تحصل مشاكل، لا سيما حتى في منفذ الشيلامشي أحيانا يضطر الزوار إلى مثلا التدافع وغير ذلك من المشكلات، أيضا يحصل إرباك إداري في المنفذ نفسه بسبب يعني ضخامة الأعداد القادمة للزيارة وعدم وجود مرونة مثلا في تسهيل دخولهم. وجود سكك حديد أكيد سوف يحل كل هذه المشاكل وسوف يشجع حركة السياحة بشكل أكبر، بما يعود على النفع أكيد على الاقتصاد العراقي وتفعيل الحركة، وهذا أكيد ينطوي على فوائد اقتصادية مهمة. يعني اليوم قطاع السياحة وحركة النقل لا يمكن أن ننظر إليها من جانب فقط حركة نقل ويعني إيرادات ممكن أن يحققها هذا النقل، وإنما دخول مسافرين وسياحة أكبر هذا يشغل يعني قطاعات اقتصادية مهمة مثل الفندقة والمطاعم وغيرها وخدمات الشركات الأجرة والنقل في الداخل محليا، كل ذلك أكيد يفعل من مستوى الأنشطة الاقتصادية، يفعل من الخدمات، وبالتالي هذا يعود أكيد بالنفع كما ذكر على قطاعات محلية ويوفر دخل بالدرجة الأساس إلى القطاع الخاص العراقي. طيب هنا شنو العقبات المحتملة أستاذ علاء لهذا المشروع اللي يتفضل عن نقاط القوة والضعف الدكتور أحمد الشبيبي، شنو العقبات المحتملة في الأراضي العراقية أو حتى الإيرانية المنطقة المثبتة للمشروع
منطقة ألغام من حرب الثمانين وأراضي تتطلب الاستملاك وأراضي متجاوز عليها وغيرها من المشاكل. طبعا المشكلة الأساسية مثل ما ذكرت حضرتك هي مشكلة الألغام، كونها أنه هذه المنطقة منذ الثمانينات وهناك جهود لإزالة الألغام هذا بالدرجة الأساس، وأيضا مسألة الاستملاكات للأراضي هذه طبعا أيضا يشكل تحدي كبير جدا. لكن يبقى التحدي الأكبر اليوم سادة أحمد نوعية السكك الحديد التي سيتم إنشاءها أو نوعية القطارات، هل هي قطارات حديثة سريعة كهربائية كما أعلن عنها في طريق التنمية، طريق سريع يتميز بميزة اقتصادية وراحة للمسافرين. اليوم احنا نعمل على تخطيط استراتيجي لعشرة أو 15 عام قادم، يعني هل من المعقول أن نخطط لسكك حديد قديمة مثل ما موجود حاليا أو هي حديثة تم الاتفاق عليها قطار كهربائي سريع تصل سرعته إلى سرعة كبيرة جدا مثل ما موجود في دول العالم، هل سيتم الاستثمار بهذا المجال؟ إذا كان هو مشروع حكومي استثمار حكومي من قبل الحكومة الإيرانية ومخصص مبلغ ما يقارب 12 مليون دولار، هل هذا المبلغ هو كافي لمد هذه السكة بسكة حديثة وأيضا قطارات حديثة، أم أن هناك شركات استثمارية ستدخل في باب الاستثمار كون أنه الطريق والسكة الحديد مجدي من الناحية الاقتصادية؟ ويبقى أيضا التحدي الأكبر هي مسألة المناطق المتنازع عليها في هذه المنطقة والترسيم الحدود. لاحظنا احنا قبل أيام المسألة اللي أعيدت بين العراق والكويت ربما مؤثرة من الناحية أنه ترسيم الحدود وحق الاستملاكات، كل هذه الأمور هي تشكل تحديات أمام هذا المشروع. لكن المشروع أخذ دراسة مستفيضة ودراسة لجدوى اقتصادية ودراسة التحديات، واليوم هو حيز التنفيذ في الأيام القادمة، كان من المؤمل أن يتم البت به والمباشرة به بعد شهر رمضان السابق، لكن اليوم تأخر بسبب الظروف الحالية وأيضا عدم إقرار الموازنة وأيضا هناك تحديات واستملاكات وأيضا مسألة الألغام اللي الآن هي في طور الإزالة، بعدها يبدي الشروع بتنفيذ المشروع بشكل مباشر. من الناحية الاقتصادية نأمل أن يكون المشروع على أكمل وجه، يستخدم تكنولوجيا حديثة، طرق قطارات حديثة جدا يمكن أن توفر الراحة والوقت والتكلفة وأيضا الأمان لكل المسافر، لأن احنا نقيس على مستوى من 120 إلى 200 رحلة أسبوعيا، هذا عدد كبير جدا يحتاج إلى تأمين قطارات حديثة وكهربائية تمتاز بسرعة بحيث يمكن أن تنافس ما موجود في كل دول العالم. طيب دكتور أحمد، يعني هذه الأهمية ما تعتقد بأنه يجب أن يكون هنالك علاقة تكاملية بين العراق وإيران في إنجاز هاي الملفات؟ وهنا راح ندخل في قضية تذليل العقبات ورفع وتيرة الأداء. نعم بالفعل، هذا طبعا الأمر يعتمد على العقد المبرم وما هي الشروط الموجودة في هذا العقد، من سوف يتولى مثلا عملية إزالة الألغام التي ذكرها السيد الضيف، يعني هذا الحقل مصنف عالميا على أنه أكبر حقل ألغام في العالم، وبالتالي هذه مشكلة تعيق هذا المشروع الاقتصادي المهم، وبالتالي تبقى طبيعة العقد هي التي تحدد ذلك، وأكيد كل طرف يسعى إلى استمالة الإيجابيات لصالحه، وبما أن هناك منفعة مشتركة في هذا المشروع يفترض أن تكون هناك عقد شراكة عادل ما بين العراق وإيران لهذا المشروع، وهذا بطبيعة الحال يحقق مصلحة يعني الطرفين المتشاركين. نعم، هنا أيضا أستاذ علاء، لما هذه الطبيعة من يحددها لما يتساءل الأستاذ أحمد الشبيبي، هنا ما المطلوب أنه مباحثات، مذكرة تفاهم، تواصل فعال في بين الجانبين، ومن هي الجهات القطاعية التي يجب أن تشترك بهذه المباحثات؟ يعني يجب أن يكون هو التمثيل اليوم بين البلدين عالي المستوى، وهناك مذكرات تفاهم موقعة في مسألة نقل المسافرين وتبادل الزيارات وأيضا مسألة رفع التأشيرة للدخول، هذه طبعا كلها من الأمور التي تسهل المشروع، وهناك أيضا العمل على التفاوض على إنشاء مجسر على شط العرب متحرك لعبور سكة الحديد، كل هذه الأمور هي إجراءات تفاوضية بين البلدين، وهناك دراسة صار لها
أكثر من 14 سنة تم دراسة المشروع بشكل مفصل، وأيضا الحكومة الإيرانية والحكومة العراقية جادة بتنفيذ هذا المشروع لكون الأهمية المطلقة لهذا المشروع من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الأمنية ومن الناحية الاجتماعية، أيضا كون العلاقة بين البلدين وأيضا له أهمية سياسية. هذا جانب. الجانب الآخر، اليوم جمهورية إيران الإسلامية تبحث عن موطئ قدم واستثمارات في داخل العراق تكون استثمارات حيوية واستثمارات بعيدة عن التواجد العسكري أو التدخل العسكري، بحيث يكون هناك مصالح اقتصادية مشتركة، منافذ مشتركة، عبور عبر الترانزيت. كل هذا الأمر اليوم يشكل أهمية بالغة من الناحية الاقتصادية، وأيضا يشكل أهمية للحكومتين لتجاوز خلافات المراحل السابقة في أيام النظام البائد اللي شكلت القطيعة مشاكل بين البلدين كونهم بلدين متجاورين وهناك مصالح من الناحية الاقتصادية. أيضا نأمل أن يدخل ملف المياه والتفاوض على حصة العراق مع التفاوض على سكة الحديد، بحيث العراق يستفيد من هذه السكة كون أن هناك مصالح مشتركة. نأمل من المفاوض العراقي عندما يتفاوض مع جمهورية إيران الإسلامية أو مع الجانب التركي أن يكون هناك حضور لملف المياه، هذا اللي يهدد هذه المناطق الزراعية الواقعة بين البلدين، وأيضا يهدد بالجفاف القادم. اليوم بتصريحات الإعلامية لرئيس الوزراء التركي اللي ذكر بها أنه العراق لديه كمية كافية، وإلا كيف أنتج 5 مليون طن من الحنطة خلال هذا العام إذن وجود مياه كافية. هذا طبعا ليس مبرر ومسوغ أنه الحكومة التركية تقلل حصة العراق أو تقطع المياه أو تهدد العراق بالجفاف. هذا اليوم هو المشكلة الأكبر. قد يكون التحدي الأكبر أمام هذا المشروع هي مسألة المياه وإحياء هذه المناطق الحدودية والبساتين المعرضة للمعرضة للهلاك نتيجة نقص تدفق الحصة المائية. فيجب أن يكون هناك تفاوض على هذا الموضوع بالدرجة الأساس، بحيث يكون حاضرا عندما تكون المصالح مشتركة. نعم. اقتصاديا بين البلدين. طيب، المصالح مشتركة دكتور أحمد، ولكن هذه المصالح المشتركة بها جنبتين. الجنبة الأولى هي التصرف بالأرض، وهنالك جدل مع بدء هذا المشروع حول من له الحق في التصرف بالأرض، هذه جنبة الأرض. الجنبة الأخرى الجنبة الاقتصادية، تكاليف مشتركة بين البلدين، كيف سيتم حسم هذه الجدليات؟ هذا كما ذكرت تحدد طبيعة العقد والمفاوضات حول ذلك، من سوف ينشئ مثلا السكة الحديدة، التكاليف، ما هي الشركات المنفذة، التكاليف هل سوف تنفذ مثلا من موازنتي الدولتين من العراق وإيران، أم تقوم شركات استثمارية بذلك مثلا. طبيعة العقد هي التي تحدد هذه التكاليف وحتى الأرض. يعني قبل أيام أعتقد كانت هناك بعض التصريحات بأنه العراق أعطى أرض للمشروع وغير ذلك، ولكن سرعان ما تم نفي ذلك من قبل وزارة النقل. أكيد المشروع سوف يكون على أرض ويفترض يشغل مساحة معينة، ولكن أقصد هنا من ناحية التكاليف الاستثمارية لإنشاء السكة والمناطق التي تمر بها سكة القطار، طبيعة هذا القطار مثلا والجوانب الفنية، مستوى كفاءة هذا القطار، السرعة وغير ذلك، وكل ما يتعلق بالقطار وتصميمه، عدد العربات، عدد القاطرات التي تعمل، عدد الرحلات، كل ذلك يفترض أن يثبت في العقد وفقا لدراسة تحدد مثلا حجم الحركة، لا سيما حركة المسافرين ما بين البلدين. وبالتالي حينما تحدد هذه النقاط أكيد سوف يكون هناك تقدير مثلا لتكاليف إنشاء هذا المشروع، وما هي من سوف يستفيد بشكل أكبر مثلا من المشروع. هذا أكيد يعتمد على تفاهمات الطرفين، وبالتالي الجوانب الاقتصادية والإيرادات المتحققة من المشروع هي التي ربما تحدد مستوى التكاليف ونسب التكاليف، هل هي مثلا مناصفة أم كل طرف يتحمل تكاليف السكة الموجودة مثلا ضمن أراضيه. هذا أكيد يحدد من خلال التفاهمات كما ذكرت ومن خلال اللجان المتخصصة في هذا الأمر. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أحمد الشبيبي الأكاديمي والخبير الاقتصادي، حدثتنا عبر سكايب من البصرة،
والشكر الكثير لحضرتك الأستاذ علاء الفهد الخبير الاقتصادي ضيفا كريما في الأستوديو. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة. في أمان الله.